ايش بده بقى؟ بخي على اليد شوي شيله. شو لكم؟ سورة! ما فينا نكون برات الحرب. بيو لطلال خطفوه مش معلوم شي عنه. انت بتعرف انه خطف البيت بهز البلد والمنطقة قايمة قاعدة. بيك اهلا وسهلا. اذا قتل البيت بدنا نجيبه من تحت. حياتي شي وحياتكم شي، أنا ما إلي علاقة بكل هالعقلية. خلطة أنت؟ هاد الأولاد هاد عملية عسكرية. ما عم فكر فيك، عم فكر بحالي، كل شي تلخبط. صاحبك وهيدا اللي بحياتك ما فهمته. لوين يا اخت ساحبي؟ منطقة عسكرية هون.